صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي غصاه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا يا ربي تغشانا بنورك يا ربي بفضلك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
فارفعنا ببركته وبنا الحسنى بحرمته. ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته. وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والزاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحد الناتق والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حكيم نظر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعرقا لحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. خلقي بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من
ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منع من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم مرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الأنقاب أضراقي إلى عضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدت قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أوكله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ بالكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا من تنزل العرش طلبا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطوق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى. Thank you.
ودخل في أرض بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بغموض نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المغرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خادم لما تعلق من سناه النور ساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى أرد على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإنسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجاب يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم رشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا صر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أهل ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط عن ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه قد أنه مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه في أيام وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابي فكأنه القمر بين النجوم الزور وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهور وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض الناس فيما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.